اسم ديالك؟ اسم ديالي انا ليلى. الاسم ديال خديجه. انا سميتي فين كتقراو؟ الشرفه مدرسه اولاد محمد. شحال كضرب من كيلومتر؟ بزاف. ما عارفينش شحال. بعيده. شكون اللي كيوصلكم؟ ابو حنا كنقولوا على جلينو. ما كتخافوش؟ لا لا. والمدرسه عندكم كيفاش الوضع ديالها؟ زوينه. وبالنسبه قال لي الطوابل حيدوهم ليكم. حيدوهم لينا. وفين داوهم؟ داوهم الجامع. داوهم الجامع عم المطعم. داوهم الجامع. وردوهم ولا ما ردوهمش؟ لا كانوا ما غير في الرد. ردوهم. ردوهم ولا ما ردوهمش؟ ردوهم. امتى ردوهم؟ ردوهم ما عرفت. المهم قالت علينا هي عندوش حنا وما دابا دارونا قلبونا ولينا حنا نقراو في وقت وما فيهم. ما بقيناش عارفين واش صايبوا لنا الطوابل. وبالنسبه كيفاش كيتعاملوا معاكم؟ مزيان. معلمين اساتذه والمدير؟ المدير حتى هو كيتعامل معنا مزيان. وكيقراكم مزيان؟ دابا شنو نتوما كتخافوا في الطريق؟ شنو الظلمه؟ كاين العندل بزاف. كنخافوا العندل. شنو هاد العندل؟ شنو هاد العندل؟ العندل شوف كيكون في الطريق كنخافوا بزاف. حنا نكونوا غاديين تنخافوا. ما كاينش واحد كيوصلكم؟ لا لا كنشوفوا على جينا. ودابا اش كطالبوا نتوما؟ بغيتوا ترونسبور بحال الدراري؟ شنو طالب؟ بغينا ترونسبور. اي حاجه اللي غديروا نتوما. نتوما باغيين تكملوا قرايتكم؟ اش باغيين تخرجوا؟ شنو كتمناو؟ تمنيت نخرج استاذة. انا تمنيت انا نخرج طبيب. يلا شكرا.